ازاي؟ هو خبر يعني مفاجئ وصادم، لانه انا كنت متصور انه احنا البحث العلمي ياخد موقف او يعني وضع اعلى بكتير مما كان في السابق. يعني حضرتك ذكرت انه 400 مليون جنيه كانت في الثمانينات ميزانيه مركز طبعا. البحوث الزراعيه، ده 16 معهد في حوالي 6000 او 7000 باحث دكتوراه، وفي 6 محطات، في 10 معامل مركزية، وفي 6 محطات بحوث على مستوى الجمهورية. طب نوضح للناس ان من 400 مليون في الثمانينات ل 3 مليون 2016 بالظبط. يعني كان من ثلاث كان السنة اللي فاتت كان 70 مليون، السنة اللي قبلها كانت حوالي 110 مليون، يبقى في الثلاث سنين على بعض كده 200 مليون. فطبعا ده معناه انه الغاء، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، معناه غلق هذا المركز كليتا. 3 مليون طبعا تقريبا ما فيش، يعني ما فيش حاجه. وبالتالي انا القرار هنا يعني هم العلماء هناك في المركز وصفوه انه المبلغ ده ما يكفيش رصف الشارع اللي قدام، ما يكفيش معمل جهاز صغير، يعني ده مشروع البحث الصغير بيكلف 3 مليون يعني 300,000 دولار، يعني كلام. يعني كل معهد لو قسمت على 16 معهد كل معهد يطلع له كده ب 15,000 دولار يعني. فالحقيقه ده معناه انه غلق. انا يعني مش عارف تفسير لهذا الموقف، لانه في دوله زي مصر فيها موارد قليله، في يعني ارض والميه فيها ازمه بشكل طبعا، الميه بتقل والاراضي عندنا بيتبنى عليها. الدول اللي زي حالتنا دي لازم تعتمد على التكنولوجيا والتقدم مبني على البحث العلمي والتكنولوجيا والتطوير. من غير كده ما في، يعني ده معناه انه الزراعه ممكن معرضه لمزيد من التدهور ومزيد من طبعا ممكن